طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال نوال ليشا والمخرج رودريك نمنم. عناوين النشرة: الموازنة أيضا وأيضا، فهل سيتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ بري لا تقول فول تيصير بالمكيول، وبزي في لقاء الأربعاء النيابي حول وساطة ساترفيلد: نحن متفائلون، الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا. قانون تسوية مخالفات البناء إلى التصديق في اللجان المشتركة، الحسن لتعزيز أمن المطار وحمايته من أي مخاطر. طهران ترسل قطعا من أسطولها الحربي إلى المياه الدولية، وواشنطن ترى أن التهديد بات مختلفا عما كان عليه سابقا. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. للمرة 18 تعود الموازنة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أن يتصاعد الدخان الأبيض حتى الساعة، ولا تقول فول تيصير بالمكيول حسب ما نقل النواب الأربعاء النيابي عن رئيس المجلس نبيه بري. جلسة اليوم ربما تكون الأخيرة، وسبقها اجتماع بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لترطيب الأجواء في ضوء المناوشات التي سجلت داخل الجلسات السابقة. خارجيا يبقى التراشق الإيراني الأمريكي على حدته، في وقت أرسل الجيش الإيراني قطعا من أسطوله الحربي إلى المياه الدولية على وقع كلام أمريكي مفاده أن التهديد الإيراني بات مختلفا عما كان عليه في الماضي، وأن الهجوم الأخير على الخليج جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية. لكن البداية من السرايا الحكومية مباشرة مع الزميلة مجدلين عيد. نعم باسمة، الجلسة 18 لدراسة مشروع الموازنة استبقت باجتماع لترطيب الأجواء وإنهاء النقاش بشأن الموازنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، وائل أبو فعور، يوسف سنيانوس، كميل بوسليمان، وذلك في ضوء التدينات والتجاذبات التي برزت بالأمس. هذا الاجتماع المصغر لا يزال منعقدا في وقت لم تلتئم فيه بعد جلسة مجلس الوزراء التي يؤمل أن تكون الأخيرة بحسب ما يرجح عن الاجتماع، وفي حال كان إيجابيا تتم قراءة الأرقام بشكل نهائي، ويعقد بعدها الحريري وحسن خليل مؤتمرا صحفيا أو نكون أمام جلسة أخرى. وكالعادة كان للوزراء سلسلة مواقف قبيل الجلسة. الوزير علي حسن خليل وردا على السؤال عن انفتاحه على طروحات جديدة أجاب: الموازنة خلصت. وأضاف: لا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لأنها مواد بنيوية. الوزير يوسف سنيانوس لفت إلى تخفيض ميزانية وزارة الأشغال ليقتصر عملها على الأوتوسترادات الأساسية، مستغربا الدعوة إلى لجنة مصغرة بعد 17 جلسة لدراسة الموازنة. الوزير كميل أبو سليمان قال: هذا الاجتماع حدد لأنه كان هناك خلاف أمس، أعتقد أنه يجب أن يحل في هذه اللجنة. القوات تعتبر أن هناك إصلاح جدي، وانخفض العجز من 11.4 إلى 7.6%، وإذا كان هناك من طروحات لتخفيضه فلن نقول لا، ولكن من دون تأخير. هذه الطروحات الواقعية مستعدون لدرسها ولكن بسرعة، لأن البلد والتصنيف الدولي لا يحتملان. الوزير وائل أبو فعور لفت إلى أن اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور لتخفيض العجز إلى 7%
أمر غير مطروح، وأشار إلى أن هذه اللجنة تسييرية وتسهيلية. هذا كل شيء حتى الآن من السرايا، مزيد من التفاصيل فور ورودها. النائب علي بزدي تحدث من عين التيني عن محادثات مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد في بيروت. اللقاء الذي حصل مع ساترفيلد أن هناك موافقة على هذه الورقة اللبنانية، ربما في الأسبوع المقبل يأتي الجواب الكامل حول مجمل هذه الورقة. هو متفائل ويعتبر أنه حصل حتى الآن انتصار للموقف اللبناني الرسمي والشعبي في المحافظة على سيادته فيما يتعلق بموارده البرية والبحرية، إضافة إلى المبدأ الأساسي فيما يتعلق بالتوازي والتلازم في مسألة البر والبحر. كلها نقاط أخذت بعين الاعتبار من الردود التي حصلت حتى الآن. نحن من جهتنا متفائلون ونعتبر أن الأسبوع القادم أو الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة فيما يتعلق بهذا الملف بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا وعودته إلى لبنان. فيما يتعلق بالموازنة، دولة الرئيس لا تقول فول تيصير بالماكيول. النائب توني فرنجي غرد قائلا: كباش بين وزيرين على الموازنة، أين رئيس الجمهورية ليقول الكلمة الفصل بينهما؟ وتابع: هل نقول رحم الله أيام كان الرئيس هو يحكم؟ طبعا لا. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ظاهر نفى أن يكون وزير التربية قد أبلغه باقتطاع أي جزء من راتب الأستاذ الجامعي باستثناء ما نصت عليه الموازنة من خفض التقديمات، كما نفى التوجه إلى توحيد صناديق التعاضد، إلا أن الإضراب مستمر إلى حين نشر الموازنة بأرقامها النهائية كما قال ظاهر لإذاعتنا. أول شيء نضطر أنه ما ينقصوا من وزنة الجامعة، لأنه نقصين من وزنة الجامعة 40 مليار، كيف بدها تمشي الجامعة؟ والسنة الماضية نقصوا 40 مليار، فرضوا ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، في حسم على مساهمة الدولة بالمنح التعليمية، يعني عملياً بدها ترجع 15% على منح التعليمية. اللجان النيابية المشتركة تصادق على قانون تسوية مخالفات البناء حسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي. هذا القانون إذا تم تسوية مخالفات البناء فيجب أن لا يفهم منه أنها عادة سيتم اللجوء إليها دائما تقوم بمخالفة البناء، مخالفة القوانين الموضوعة، ومن ثم سيصدر يوما ما قانون يتم فيه مخالفة قوانين البناء. يهم السادة النواب، وقد كلفت بأن أنقل للرأي العام هذه الإرادة التي سيصار إلى تأكيدها أيضا في الهيئة العامة بعد تصديق القانون، وأيضا كل الأجهزة المعنية، أنه آن الأوان لكي نضع حد لمسألة مخالفة القوانين في شأن البناء. نبقى في ساحة النجم، حيث تقدم نواب اللقاء الديمقراطي باقتراح تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة حسب النائب بلال عبد الله الذي تحدث باسم الوفد. طرحنا بهذا الاقتراح تفعيل الصناديق التي لم تفعل حتى الآن، منها الأغراض المهنية وطوارئ العمل، والأهم وكان في إصرار الرفيق تيمور جملات على هذا الموضوع، أن يصير في طرح سابق وواضح لموضوع تقاعد الحماية الاجتماعية. في إطار الجولات التي تقوم بها كتلة التنمية والتحرير على مختلف القوى السياسية لبحث الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات، التقى وفد الكتلة اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. بعد اللقاء أكد النائب أنور الخليل الحاجة إلى قانون جديد للانتخابات لتطوير العمل الديمقراطي الصحيح، معتبرا أن قانون الدورة الماضية هو عودة إلى الوراء. النائب ألعون أكد من جهته الانفتاح على النقاش في موضوع قانون الانتخاب. أي قانون يطرح على أساس وطني يجب أن ينظر له بشكل شامل متكامل، أي بطرح يشمل أيضا مجلس الشيوخ اللي هو يصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في حياتنا الوطنية. أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن مشروع تعزيز أمن الطيران في مطار رفيق الحرير الدولي أمر حيوي ويساهم في حمايته من أي مخاطر وفي توفير الأمان لشركات الطيران والمسافرين.
صحيح أن لبنان نجح بجهود قواه الأمنية والعسكرية في القضاء على الخطر الإرهابي الذي تسلل إليه في مرحلة سابقة، لكن هذا لا يعني أن التهديد زال كليا، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهته، فإن أعمال التوسعة في المطار ستتيح أيضا زيادة عدد الكونتوارات مما سيخفف ازدحام بشكل كبير، كما أن اعتماد برامج تدقيق الجوازات المتطورة وتحسن العمل عليها سيزيد من فعالية وسرعة التدقيق مما سيوفر الوقت على المسافر. لفت وزير الصحة جميل جبق في كلمة لبنان أمام الجمعية العالمية 72 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف إلى مسألة النزوح السوري وتداعياتها على النظام الصحي في لبنان، مشيرا إلى مخاوف لبنان الجدية لجهة عدم القدرة على الاستمرار في ضمان وصول النازحين للخدمات الصحية مقارنة بالنقص الكبير في التمويل من المجتمع الدولي. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اعتبر أن لبنان لم تعد تكفيه مبادرات فردية وموسمية، بل هو بحاجة ماسة إلى سياسات اجتماعية مستدامة وإلى ضرورة تعيين حاجات البلد الذي أنهكته حروب الإرهاب ومؤامرات العدو الإسرائيلي وأطماعه المتعددة والأعباء البيئية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن وجود أكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ على أرضه، فضلا عن البطالة المتزايدة وانكماش النمو الاقتصادي. أثار لقاء المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفيظة المسؤولين الإسرائيليين، وكان كوبيتش قد لفت في تغريدة عبر تويتر إلى أنه تلقى نسخة من كتاب قال إن قراءته إلزامية، فعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سائلا: هل تعرف ما هو إلزامي؟ يجب عليك أيضا قراءته، إنه قرار الأمم المتحدة الرقم 1701. أما وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان فرد بدوره أيضا بتغريدة وسأله: هل ناقشتم أيضا كيف يستمر حزب الله بمواصلة استخفافه بالقرار 1701 وتوسيع ترسانة صواريخه، أو كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد حزب الله في بناء الأنفاق الإرهابية، أو هل طلب نصيحة دبلوماسية أين سيقتل اليهود في المرة المقبلة؟ أخبار أخرى في هذا الشريط. مطالب المعلمين ومسألة وحدة التشريع بين العام والخاص يعرضها وزير التربية أكرم شهيب في اجتماع يعقده مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب رودولف عبود عصر اليوم. ادعت القاضية غادة عون على السمسار سالم عكاري وشخص آخر بجرم الرشوة وأحالتهما إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، هذا وتم توقيف عدد من السماسرة في عدلية الشمال. في إطار جولة له على مخالفات عيارات المياه في الضاحية، أكد مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الانطلاق بحملة تصحيح المخالفات في بيروت الكبرى، واعتبر أن لا سياسة ولا طائفية ولا لون في المياه. دهمت قوة من المديرية العامة للجمارك ليلاً مستودعاً في طرابلس يحتوي على كميات ضخمة من الدخان والسيجار المهرب من الحدود البرية. حياتياً تراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 100 ليرة فيما ارتفع سعر المازوت 100 ليرة. الأزمة الاقتصادية أرخت بثقلها على الحركة الشرائية ولا سيما في أسواق طرابلس، والتفاصيل مع روعة الرفاعي. تعتبر الأسواق الشعبية في مدينة طرابلس متنفساً لعامة الناس نظراً للأسعار المتدنية وجودة البضائع، وهي نقطة لقاء بين كافة الطبقات الاجتماعية. ومن هذه الأسواق السوق العريض والذي أعيد تأهيله وتزيينه ليخرج بأبهى حلته مع بداية شهر رمضان المبارك. أما اليوم وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية، فإن موسم الأعياد لم يعد يشكل حافزاً لدى التجار لتصريف بضائعهم، لكن هم يسعون قدر الإمكان. فهل من شأن إعادة التأهيل والزينة تحريك العجلة الاقتصادية؟ سؤال طرحته إذاعتنا على تجار السوق العريض،
حيث تحدث باسمهم التاجر عبد الغني الأبيض والذي يعيش في السوق منذ 35 سنة. الحركة الاقتصادية ضعيفة فعليا بطرابلس. نحن الشيء اللي عملناه بمشاركة رئيس مئاتي مع البلدية مع التجار نحرك هالحركة الاقتصادية اللي هي سيئة جدا. إن شاء الله نتمنى 15 يوم الباقيين يكونوا جيدين. أما الزبائن فيؤكدون على سوء الأوضاع الاقتصادية. قبل كنا نحس إنه هذا رمضان إنه العالم تيجي مثلا تتطلب للناس تساعدهم. السنة توقفت كل المساعدات اللي كانت مادية وكانت إعاشات. ما في حدا بقى عم يطلع بحدا. يعني الوضع من سيء لأسوأ والله يعيننا. في عالم في حركة بالسوق في ناس عم تشتري بس ما كله بيقدر يشتري. عم يمرقوا قطعة أو قطعتين. يعني كنا نعطي الهم العجقة ننزل بعد الفطور إنه العجقة كيف نفوت بين الناس هلأ بتحسي السوق فاضي. هذا ويشير تجار السوق العريض إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات التي كان يتلقاها أهل المدينة من قبل بعض السياسيين خلال الشهر الكريم كلها عوامل تنعكس سلبا على حركة البيع والشراء والتي نأمل أن تنشط في الأيام المقبلة. من طرابلس روعة رفاعي صوت لبنان. صفقة الصواريخ بين موسكو وأنقرة باتت نافذة. بعد الفاصل. في منشات المساء ليوم الأربعاء، هل يصمد مشروع الموازنة أمام الضربات النيابية بعد عبوره المحطة الحكومية؟ وما هو المطلوب لتصحيح المشروع وتصويبه؟ الجواب مع الصحفية سابين عويس. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم ريتا أسعد. تأكيد طهران بأن الحرب لن تبدأ مع واشنطن يواجهه إدراك أمريكي لجدية التهديد الإيراني. والمزيد في هذا التقرير مع جيتا مارون. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يلقي بظلاله على الأوضاع في الشرق الأوسط، فهل ينذر الوضع بحرب قريبة؟ في أحدث المواقف أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة ولا تريدها لا بشكل مباشر ولا بالوكالة. مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أوضح بدوره أن توسط بعض الدول بين طهران وواشنطن لا يعني قبول بلاده بالتفاوض. تزامناً أرسل الجيش الإيراني قطعاً من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية وفق ما أفادت وكالة أنباء فارس. في المقابل أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي من جهته أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بقدرات عسكرية نوعية تتمثل في صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار. وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية حصلت على إمكانيات لا يمكن لأي ميليشيات في العالم أن تحصل عليها بحيث تمكنهم من استهداف أماكن داخل المملكة. وفي الموازاة كشف السناتور الجمهوري لينزي جراهام أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية شرحوا لأعضاء الكونغرس أن التهديد الإيراني بات مختلفا عما كان في الماضي وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب السعودي في الخليج جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية. في الميدانيات السورية استهدفت غارات جوية معقلا للمقاتلين في شمال غرب سوريا ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 18 آخرين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاتلين والقوات الموالية للنظام السوري. خفضت وزارة التجارة التركية الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف في إطار المعاملة بالمثل. على خط تركي آخر أكد وزير الدفاع التركي أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 قد تمت وقال إن بلاده ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة في تموز المقبل. في المقابل لفت الناطق باسم الكرملين إلى أن موسكو تعتبر أن صفقة صواريخ 400 أو S-400 باتت نافذة. أصدرت البحرين قانونا يعاقب كل من روج أو برر للأعمال الإرهابية. قتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفشيش قرب وزارة البترول والثروة المعدنية في العاصمة الصومالية مقديشو. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
الجو غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، بحيث يكون ليلة الخميس الجمعة حارا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. كان في هذه النشرة الموازنة أيضا وأيضا، فهل سيتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟ بري لا تقول فول تيصير بالمكيول وبزي في لقاء الأربعاء النيابي حول وساطة ساترفيلد. نحن متفائلون، الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا. قانون تسوية مخالفات البناء إلى التصديق في اللجان المشتركة، الحسن لتعزيز أمن المطار وحمايته من أي مخاطر. طهران ترسل قطعاً من أسطولها الحربي إلى المياه الدولية، وواشنطن ترى أن التهديد بات مختلفاً عما كان عليه سابقاً. من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار.